حاجه تبقى بقى تصنعوا المكنه دي بره صح؟ احمد عبد الصبور فهد 29 29 سنه خريج كليه اداب اعلام عين شمس. الفكره ان من زمان الواحد بيفكر عمل مشاريع كتيره جدا، فمتابعته على ان انا سافرت اليابان قبل كده ومتابعت ليا اصدقاء كتير، فعرفت الفكره موجوده في تايلاند فحبيت نجربها هنا. لقينا ان الفكره كويسه ونقدر نعملها، فاستوردنا المكنه دي، اصلا الماشين دي مش موجوده هنا، استوردناها وعرفنا المكونات وطريقه العمل وبدانا فيها. اول حاجه بدانا لينا من شهرين كده بدانا في الاقصر، والحمد لله في مكان كويس جدا في الاقصر ونجح مع مجموعه صحاب ليا، وحبينا ان احنا نطور الفكره جبناها هنا واشتغلنا هنا في وسط الباب في القاهره. لو انا من بدري يعني 29 سنه، من انا عندي 15 سنه شغال في البيزنس، اشتغلت في مشاريع كتيره جدا، فتحت دعايه واعلان، اشتغلت في السياحه والكلام ده كله، بس ده بيزنس جديد. ويمكن هم كانوا متراقبين خايفين ان الوضع الاقتصادي دلوقتي وضع صعب جدا، مش مستاهل ان الماشين دي تكلفتنا كتير جدا، فمش الريسك نفسه او المخاطره نفسها كانت محتاجه مخاطره، يعني الموضوع كان محتاج مغامره. لما خدنا الخطوة دي هم كانوا خايفين ان الموضوع ما يمشيش، قلنا احنا توكلنا على ربنا وتوكلنا على الله. لما جربنا في الأقصر لقينا في الأقصر نجحت نجاح احنا ما كناش متخيلين. احنا بنفتح مثلا في الأقصر الساعة 5 بنقفل الساعة 1، اللص بتاعنا 1، في ناس بتيجي وبتمشي عشان الاوردرات بتبقى كتير جدا، في ناس بتيجي متأخر نكون شطبنا، فما لقينا رد فعل برضو من الناس والاهل ان ماشي، عشان كده احنا فكرنا نفتحها في القاهرة. جرب تعليق وانا ان اغرب تعليق ان في واحد قال انا هو في تعليقين. اول تعليق كان في واحد بيقول انا اول مره اشوف ان الايس كريم بيتاكل سخن. التعليق الثاني هو ازاي الناس متخيله ان دي بتطلع نار، محدش متخيل ان هي اصلا بتطلع تلج، فهم الناس متخيله هو ده هيطلع سخن ولا هيطلع ساق، هل ده ايس كريم وهيطلع سخن ولا ساق، فهي الناس مش مستوعبه الموضوع، هو مش مستوعبه ان ده دي اساسا تلج بتطلع تلج، فالناس مش مستوعبه. بس هي فعلا السيكريت بقى بتاعنا في الماشين نفسها، الماشين ليها كذا حاجه، عشان كده احنا مش موجوده هنا، مفيش حد يعرف يعملها. الطاسه نفسها اللي احنا بنعمل عليها والماشين من تحت لسه ما بنحاول ان احنا نعرف نعملها هنا ازاي، عشان كلفتنا كتير جدا، احنا لحد ما صورناها كلفتنا كتير جدا، فنحاول دلوقتي نشوف اي باشمهندس يقدر يوصل لنا التجربه دي. الايس كريم ليه ايس كريم تايلاندي؟ هو ايس كريم تايلاندي ان هو الفكره نفسها اتعملت في تايلاند، الفكره اول ايس كريم بيتعمل في تايلاند، اول ايس كريم رول اتعمل في تايلاند. احنا عندنا نوعين، في ميكسين، في حاجه حجمين، في حجم ميديوم وفي حجم كبير. الحجم الميديوم ده اللي هو الوسط بيبقى الكاستمر بتاعنا بيختار بقى اي نوع من الشوكولاته، احنا عندنا كل انواع الشوكولاته، سنيكرز، مارس، مورو، كاد، بكل انواع شوكولاته الجالاكسي، حتى منزلين انواع جديده شوكولاته بالشطه بالكوفي والكلام ده كله، اي نوع شوكولات اي حد متخيله موجود عندنا. والفروتس كل انواع الفروتس، فراوله، كيوي، برقوق، موز، مانجا، كل انواع الفروت موجوده. هو بيجي العميل بقى بيختار بقى ب 10 ده بيختار ميكسين، دي ميكسين فقط لا غير. ابو 15 بقى بيختار اكتر من 3 ميكسات، ممكن يختار 4 ميكسات، ممكن يختار 5 بالحجم كبير وبالاضافات بتاعته، احنا عندنا اضافات بنضيفها. الفكره بقى انه العميل بيجي بقى بيختار اول حاجه ايه نوع الايس كريم، سواء كان فانيليا ولا فراوله ولا شوكليت، تمام؟ بعد كده بيختار الاضافات بتاعته اللي هي المكونات لانواع الشوكليت والفروت اللي احنا قلنا عليها. بعد كده بيختار الصوص بقى، عندنا صوص فراوله، عندنا صوص كراميل، وعندنا صوص شوكولات. وبعد كده بيبقى فيه اضافات بقى مارشميلو، ماركو مارتيزيرس، ممكن ماندميت، بيبقى فيه اضافات فوقيه.